شحال عندك ديال الوليدات؟ عندي ثلاثة الوليدات. ثلاثة الوليدات الراجل عندك مات؟ اهلا وسهلا مشاهدينا الكرام في هذا البث المباشر مباشره من مدينه الدار البيضاء. كما كتشوفوا احنا متواجدين مع هذه السيده هذه اللي هي صرخه ارمله اللي دارت بها الدنيا بعد الوفاه ديال الزوج ديالها، ولحد الان يعني ما لقاتش باش تخلص لا كرا ولا يعني ولا تصرف على وليداتها. فطبيعه الحال كما كتشوفوا حتى مولات الدار يعني بغات تخرجها من الدار. دابا هي هذه السيده هذه يعني كتبيع غير كلينيكس في الشارع يعني باش كتحاول يعني توكل وليداتها، وطبيعه الحال كتعرض لمضايقات كثيره في الفيروجات. انتم عارفين يعني الفيروجات كيفاش كيكونوا، يعني الزنقره ماشي شي بلاصه سهله. راه يعني كما قالت راه يعني كاين اللي كيتحرش بها، كاين اللي كيتحرش بوليداتها، فلا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. طبيعه الحال هنا غادي السيده هذه اللي معنا غتحكي لنا القصه ديالها ونسمعوا لها طبيعه الحال مزيان. السلام سيدي، لاباس كندير؟ فات الحال الحمد لله. شنو القصه ديالك؟ المهم القصه ديالي خويا انا المراه ارمله ميت ليا الراجل. المهم خويا من مات ليا الراجل وانا كنعاني معاناه بزاف، يعني ما بقاش كان قاد يعاوني على الكرا ولا على المصاريف الوليدات. خرجت للشارع كنطلب كنبيع كلينيكس، كاين نهار اللي كيجيب الله كاين نهار اللي ما كيجيبش، كاين نهار اللي كنتعرضوا للتحرش بزاف لانا لوليداتي. اغلبيا من كتكون معايا البنيه الكبيره اغلبيا كنتحرش بزاف. كتخرجي للزنقه كي دايره الزنقه؟ اخويا شغنقول لك الزنقه ما فيها ما يتعجب، يعني فيها بزاف المشاكل، يعني ماشي ساهل باش واحد المراه ما لا يكون عندها ثلاثه الوليدات وتدخل في الزنقه، ماشي ساهل، يعني فيها مشاكل بزاف، كتعرض للتحرش بزاف ما بين من عند الناس. على التحرش محبس سيدي. قولي لي ملي كتخرجي للزنقه في الصباح؟ الصباح من الصباح شحال ديال الوقت باش كتخرجي من الصباح؟ المهم الصباح انا كاين نص السيمانه اللي كنخرج حتى العشيه، مع ديك الخمس ساعات كنخرج على حسب البنيه عندي كتقرا. انا اللي كنديها نجيبها من المدرسه، كان نهار اللي كنخرج من الصباح كنخرج من ديك 10 الصباح حتى 12 ونص ديال النهار باش كنخرج كندي عندي كلينيك. كان نهار اللي كيجيب الله كان نهار اللي ما كيجيبش. بالليل اخويا كندخل حتى لمورا العشاء. حتى مورا العشاء كندخل كنبقى هنايا حتى كندوز المغرب وندوز العشاء كنبيع كلينيكس في الجامع. ما كيجيبش الله في الشارع كندوز الجامع كنبيع فيهم كلينيكس باش كندخل للدار. وكان نهار اللي كندخل مع المغرب على حسب البنيه، كيكونوا بعض المرات عندها تمارين خاص ضروري نقلب لها اللي يعاونها باش دير التمارين، يعني ماشي ساهل باش الدريه غادي تخرج من المدرسه وتجيبها النيشان الشارع تبيع كلينيكس. وكنت ما كتقدر دير حتى تمارين لا حتى حاجه، كتجي من تحت حا كتبغي غير تنعس، يعني ما كتقدرش باش تواجه المدارس ديالها، ما كتقدرش بزاف د الحوايج. يعني كنعيش اخويا ما نكذبش عليك كنعيش ظروف بزاف في الشارع، يعني ماشي ساهل. كتبيعي كلينيكس في الفيرو؟ اه كنبيع. شنو الصعوبات اللي كتلقايهم انت كامراه يعني خارجه كتبيع يعني كلينيكس في الفيرو؟ كاينين اخويا الصعوبات بزاف كنلقاهم، بعض المرات كنتعرض للتحرش بين الناس العاديين وبين الناس الامراض عقليه، بين الناس اللي كيديروا السيليسيون، بين الناس. انواع ديال التحرش اللي كتعرض؟ كاين اخويا اللي كيقول لك نعطيك قد وقد وتمشي معايا، كل واحد اش كيقول لك. كاين واحد كيقول لك عطيني النمره، كل واحد اش كيقول. كاين واحد كيقول لك سيري تخدمي، يعني بزاف. وكاينين الاغلبيه دابا من الانواع ديال التحرش اللي قلت لي. انواع ديال التحرش اخويا كاين اللي كيجي كيوقف عليك كيقول لك يلاه معايا، يعني كيشوفك هزك نينك كترزق على ولدك كيجي كيقول لك يلاه معايا. انا يعني انا كون بغيت انا ديك الطريق راه ما غاديش نخرج نبيع كنيك في الشارع، يعني راه عارفه فين غنمشي، راه ما نتسناش هو يجي يقول لي فين. ولكن انا بغيت ناكل وليداتي الحلال ما بغاش ناكلهم حرام. ما عمر شي حد هجم عليك بقوه؟ لا صراحه ما عمر شي واحد، ما ومازال البنيه ديالي اللي واحد النهار كان واحد السيد يعني كانت كتبيع كلينيكس وانا كنت داوي مع واحد السيده مع لقيت ما تلايت مع المراه، لقيت السيد وقف الطوموبيل على البنيه ديالها قال لها اجي عندي، مشات عنده على النيه غتبيع لي كلينيكس. شويه كيقول لها السيد يلاه معايا، كتقول لي قالت لي لا، ويقول لي يلاه سير قول لها ماما كوجي عندي. جات عندي الدريه مع انا كنشرح لها كنقول لها شوفي الا قالك شي واحد يلاه معايا وداك الشيء ما تمشي مع حتى واحد. كانت عندي البنيه كتقول لي ماما ماما، كنقول مالك؟ كتقول لي شتي هذيك خينا اللي وقف تما، كنقول لها مالك؟ كتقول لي راه قال لي يلاه معايا. انت اش كتقول يا بنتي يلاه هذيك وقال لي جاب لك الله؟ قالت لي والله ماما انت قالها لي من نط باش نواجهه باش نعرف علاش هذا هو تهجم على ديك البنيه الصغيره قصيره وكيقول لها يلاه معايا ديما راه وزاد، يعني ما وقفش باش يشرح لي حتى علاش هو طمع في ديك البنيه الصغيره. عندها دابا بنتي عندها 12 عام. 12 عام. تخرجيها معاك؟ يعني اخويا بعض المرات ما كنقدرش نخليهم في الدار بوحدهم.
يعني عندي مشاكل مع الجيران كبار مرة كيضربوا داك عارف الضي صغار كيضربوا بعدياتهم الجيران ما كيتقبلوش داك الغوات كيقول لك لا فين ما مشيتي ديهم معك كان بعض المرات كيكون انا دار مقاطعه كيقول لك لا خاصك ديهم معك ما تخليهمش موراك كيرا في دارك يعني كنخلص رزقي وكلشي كيقول لك لا خاصك ديهم معك ما تخليهمش موراك كاين نهار اللي كنكون غادار مقاطعه خصني ضروري نجرهم معايا كيقول لك الجار لا ما خصكش تخليهم موراك ديهم معك لا حاجه كيغوتوا لا صدعونا لا خبطوا علينا البيبان لا حاجه ولادك كطلبي بهم كتعاي بهم كنبيع بهم كنينك ما نكذبش على الله ما غاديش نقول لك ما كنطلبش بهم غنتغالب الله قدرتش نخدم ولا حتى ما عنديش فين نمشي بهم ما عندي حتى شي حاجه من ميت مول الدار صافي انا كيتسالني لك راه 3 شهور شنو بنياتك يعني لا لا دابا يعني كطلبي بهم يعني بحال اللي كتعلميهم هذا الشيء ديال السعاده انا سيدي انا ما كرهتش بغيت نخدم ولينا هاد البنيه صغيره انا اللي كنديهم نجيبها من المدرسه عندي كتدخل مع 8 ونص وتخرج مع 12 ونص خاصني نرضى مع 2 ونص ونجيبها عاوتاني مع 5 ونص يعني مع شكون هذا اللي يخدمك في التوقيت هذا ما كاينش واحد اللي يقدر يخدمك في التوقيت بيع كلينيك ولكن وليداتك حاولي ما تجريهمش ما كنقدرش حاولي ما تجريهمش علينا ما نقدرش نخليهم بوحدهم في الدار كدش يعني لانه دابا مازال صغار هذه الوقيته ديال باش ولكن ما نقدرش غتعلميهم الزنقه ما نقدرش اخويا نخلي ما نقدرش اخويا نخليهم بوحدهم في الدار قدرش ما كاينش الامان شي اي بلاصه كتكون كاري فيها ماشي ما حالك ما كاينش الامان كيكون ما نكذبش عليك كاينين الكرايه الديور في الدار اللي كاري فيها الزوافريه يعني كبار مرات كتدخل بنادم براني ما نكذبش عليك شي مره طرات شي حاجه بحال هكا لا صراحه ما عمر ما طرات على قبل هادشي على قبل هادشي انا كنحاول البنيه الكبيره حيتها من حدايا مابقات كاع كتسكن معايا كتجيها في العطله وعندي انا دخلت على واحد الخيريه في دومارس هذيك كتجي العطله ولا كتجي السبت والحد اللي كتجي عندي اثنين كنرد عليهم عندي هذه البنيه هذه اللي باقي جالسه معايا والوليد هذوك هما اللي جالسين معايا دابا حاليا كيقراو عائلتك فين كاين؟ خويا انا ماشي من هنا من نواحي الصويره من الشلوح يعني من في الجبال فين هما عائلة؟ عارفينك اللي انت كتبيع كلينيك هنا؟ عارفاني الخوادريه ديالي هي اللي عارفه اما الوالده ما قدرناش نقول لها شي حاجه حنا مريضه مسكينه شاده الفراش الام ديالك شنو عارفه دابا عليك؟ انا عارفه اني خدامه خدامه فاش خدامه؟ انا خدامه في الطيور الطيور عارفه عندك وليدات شايفه وليداتي وكل شيء ما قدرش نقول لها انا كنطلب انت مرا كبيره وشدات الفراش يعني الا ما وكلتيها ما تاكلي الا ما نوطي ما تنوض يعني ما نقدرش نزيدها مازال انا غنقول لها راني امي راني كنسعى في الشارع يعني ما تستحملهاش انا عارفه مرا كبيره ما تستحملهاش هي راه بعيد عليها انا بعيده عليها وما كتستحملهاش انا عارفه العطله مشيت كتقول لي بنيتي ما تمشيش بحالك بقاي معايا بقاي علاش غادا كنقول لها بنيتي امي انت راه الخدمه غعيطوا لي كاينين جوج الخوت شنو كيدير جوج الخوت واحد عبارك وواحد خدام في جديده هذاك خدام على مرته عنده مرته وعنده وليد خدام عليهم حتى هو باللي كتبيع لك هذاك ما عارفش ما عارفش ما كيحاولش يعاونك زعما انت الوقت ديالك لا 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 خويا ذاك ما هزت دار امراه ام ديالو محتاجه مساعده راه واحد يعني حنا واحد العائله راه محتاجه كل شيء محتاج يعني هذوك الناس براسهم كون قالوا لي يوصل ليهم الميساج واللي يتعاون معاهم هما براسهم راه محتاج المساعده كي غيقدر يعاونني انا هما خصني معاهم انا كون كنت خدامه انا خصني نعاونهم ام ديالي كدير لي كلش حاشاك كدير لي كلش الدواء يعني ما كتنوضش يعني لما نوطيت كيفاش غندير انا غنمشي نزيدهم المصرف ديالي غنقول لهم اليوم اليوم علاش قبلتي تباني معنا في هذا اللايف هذا بوجه مكشوف انا خويا قبلت نبان في هذا المباشر هذا بوجه مكشوف على قبل وليداتي على قبل مولات الدار داعياني بغاتني نخرج لها 3 شهور ديال الكرا اللي كتسالني وعندي ورقه ديال المحكمه اللي بغيت نشوفها انا هزاها معايا اليوم من بنتي في بوجه مكشوف ما خفتيش انه مثلا المجتمع يلومك على الوليدات الصغار انا سيدي ديما اصلا المجتمع كيلومني ماشي اول مره غادي يلومني وانا ما عنديش مشكل الى المجتمع يلومني ولكن انا هذا هو جهدي انا ما بقاش قدرت على المسؤوليه ديال الوليدات انا بغيت المحسنين يقفوا مع الوليدات يتعاونوا معاهم ما يخليهمش يتشردوا في الشارع ما يخليوش هاد الوليدات يخرجوا للشارع راه النهار 20 في هذا الشهر عندي محكمه خاصني نمشي نشوف مولات المحل داري لي في الورقه افراغ ولا نخلص يعني الا ما خلصتهاش راه غادي يجيني نخرج وانا ما عنديش فين ندي هاد الوليدات انا ما نقدرش هاد الوليدات دابا انا كاين اللي يقدر يشوف هاد اللايف هذا ويقول لك يعني الا ما قدرتش على الوليدات علاش جبتوهم كاين اللي كيقولوا كاين اللي قالوها في واحد اللايف كنت فيه دايره كاين هاد القضيه كاين اللي كيقول لك ما كديتيش عليهم ما ديرهمش انا الجمعيه تعيط ليهم انا الجمعيه تعطوني الناس النوامر ديالهم عيط ليهم واحد السيد قال لي ما كديتيش عليهم سيري ديرهم في الخيريه كنقول له سيدي انا عيط لك باش تعاون معايا انا عندنا اللي بغيت تكون بغيت نلوح مع اللحم كان باقي التربيه كيقول لي لا حتى دابا راه باقي الحال الا بغيتي ديهم سيري ديهم خيريه ما تعيطيش لينا حنا ما عندنا ما نديرو لك
يعني كاين هاد القضيه. مشيت للجمعيه بزاف ماشي اول مره ما جيت ندير هاد اللايفط كاع الجمعيه درت عليهم الجمعيه اللي مشيت عندها كتقولي ما عندي ما ندير لك. الله يحسن العون بقيتي فينا ولاني ما عندي. فانا كنطلب من المحسنين يتعاونوا مع هاد الوليدات يديرهم بحال وليداتهم يديرهم بحال خوتهم راه محتاجينهم هاد الوليدات. واللي بغى يجي يشوف كاع الورقه ديال المحكمه يتاكد بما ان هاد الهضره اللي كنقول راه كاينه انا ما عنديش مشكل. الورقه ديال المحكمه راه ديما كنهزها معايا موجوده. اوكي في هاد الميكا عندك حوايج ديال البنيه؟ عندي الحويجه ديال البنيه مايا عندي شي حويجات عطاتهم لي واحد السيده نيت مونيكا واحد باكيه السكر واحد خبزه وقرعات الماء والشكر هزه فيها كلينيكس اللي كنبيع وهزه فيها الوراق ديال المحكمه اللي جاوني به ديال الافراغ باش دعياني مولات المحل. انا ديما انا كنهز مولات المحل كنساني 3 شهور ديال الكرا ما بقاش قدرت نخلص لا الكرا لا الموضوع لا شنو كل هاد الوليدات غالب الله عينا كنجي هنايا يلا كتدي داك الشبي اللي قسم الله. شحال مثلا كتشري كلينيكس؟ كلينيكس اخويا ولات دابا باكيه 300 درهم باش ولات كتباع. كان شحال هذه كنشريها ب 260 كان داك الساعه شويه بعدا كتربح فيها. دابا تشريها ب 300 درهم؟ 300 درهم باش شحال كتربحي فيها؟ ما كنبقيناش كنربحوا فيها بزاف بحال دابا. دابا الا طلعتي 20 درهم ولات 40 درهم ولا 50 درهم ما تبغيهاش لحد. دابا ما بقاش كتبيعي الكلينيكس الواحد؟ كنت كنبيعو شحال هادي بدرهم. دابا درنا ليه 30 ريال باش درنا ليه لا قبل حنت غلاء ما بقاش كيجيب لينا الثمن كما كان. 20 درهم يعني في النهار كنت 20 درهم في النهار الا كان نهار الساعي راه كتبر كاين اللي كيعطيك كاين اللي كيدور ما كيعطيك ديك 20 درهم كاين اللي كيعطيك ديك 100 درهم كاين اللي كيقول لك سير تخدمي كاين اللي كيقول لك راه الصندوق الصندوق ديال الدوله سير. شحال تقدري تجي معايا في النهار؟ نهار مخير كاع شحال؟ المهم كنت شحال هادي من كانت القضيه محركه كنت نهار مخير كنطلع ديك 200 درهم حتى ديك 6000 ريال. ولكن بالنسبه لهذا مؤخرا راه الا طلعت قلت لك 40 درهم راه ما تقولها لحد. هذا مؤخرا ما بقاش قدرت نخلص لا كرا لا موضوع لا مصاريف الدراري لا حتى حاجه. دابا راه شهرين اللي تجمعات عليا ديال الكرا. شنو هو النداء ديالك الناس المحسنين؟ المهم اخويا الناس المحسنين خارج المغرب ولا داخل المغرب النداء ديالي كنطلب منهم المساعده يساعدوا هاد الوليدات يديروهم بحال خوتهم يديروهم بحال وليداتهم الله يجازيهم بالخير. وكنشكركم حتى نتوما الناس ديال شفتي اللي جيتوا وقفتوا معايا اليوم الله يجازيكم بالخير. هاد الوليدات راه محتاجين مساعده واللي جاي يبغى يجي يشوف بعينيه يجي مرحبا به واللي جاي يبغى يشوف الورقه ولا يشوف محافين كاريه ولا يسول على شي كل اللي كنقولوا صح ولا غلط يجي مرحبا به. انا ما عندي حتى شي مشكل ديكم عند الناس اللي كيسكنوا حدايا وسولوا وتاكدوا من هذا الشيء اللي كنقول حتى انا ما وقفت قدامكم الا ربي اللي عالم بيا. راه هاد الوليدات والله حتى محتاجين مساعده والله حتى كنتعرضوا للتحرش بلا قياس. راه في هاد اليومين هادو جوج مرات وانا كنتعرض للتحرش من بين السنغاليين من بين الناس المغاربانيين اللي عايشين معايا في مغاربانيين. شنو قالوا لك هذو اللي مؤخرا؟ مؤخرا كنقسم بالله الا سوني قال لي ديك النهار جا لقاني كندور قال لي ما غادوريش. قلت له انا ديما كندور انا ويقول لي غتمشي بحالك ولا غندبحك. كان قال لي كنقسم بالله قال لي تندبحك وجيت للكوميساريه هنا بس زعما الناس ديال الشرطه اللي كاينين هنا يدخلوا ما كاينش اللي تسوق لي واحد قال دوي معاه. قال لك هو باغا يدور بوحدو هو يلا كذا هو كيزعى. وجيت عندنا هاد الناس اللي هنا زعما باش يتدخلوا ويدووه معاه باش ما يدارش معايا ما كانش اللي تسوق لي. السيد كندوي معاك هو كيضحك عليا كيقول لي هو قال لك كنقول له سيدي راه هو كيضحك. حتى جا واحد راجل مسكين كبير بعقله هو يقول لي شوف اوليدي راه هذا الشيء اللي كتقول لك السيده راه بصح قدام عيني انا رشت كل شيء وتصنت له كل شيء بودنيه ويقول لي سير بنيتي راك لك الله لك الله بنيتي شرا من عندك نينك مسكين ويقول لي لك الله بنيتي هذا الشيء اللي غنقول لك. مورا عاوتاني جا واحد السيد مغربي ما عمر ما جا حتى هو برك قال لي انت ما غدوريش انا اللي غندور. قلت له سيدي انا راه ديما كنبرك هنا راه كلشي كيعرفني لا الناس اللي كيشريو من عندي كلينيكس ولا الناس اللي كيدوز. قال لي ما غاتبركيش عجبك الحال تمشي بحالك ما بغيتيش. قال لي انت سرك اللي فرقع فيك البوطه. قال لي انت قال لي كلام القايمه ما خصناش نقولو. قال لي انت الفاعله تاركه يا بنت الفاعله اللي يجي في شي بوطه يفرقع فيك هنايا. قال لي والله لا بركتي. ناضت عند واحد السيده كانت كتكون معانا انا قالت لي حشومه السيده راه ديما كتكون هنا ويقولها سوريا الفعلات يا تركات والله لا بركتي. قال لي انا اللي غادي نبرك صافي ملكت عليه جيت كندور مع السنغاليين هنا حتى مشى هو بحال الغد عاوتاني نرجع نفس المشكل. جا قال لي انت ما غاتدوريش انا اللي غادي نقيت فين غنديهم ولا شنو غادي ندير لهم راه ما عنديش فين نديهم راه ما وقفت الناس المحسنين قدام عينيكم كندير هذا الفيديو الا كنقول ربي اللي عن بي ما عنديش فين ندير الوليدات راه الا مشاو هاد الوليدات من تيخرجوا من هاد المحل اللي كاريه فيه راه ما عندهمش فين يمشيو راه منهم الزنقه راه ما كاينش اللي غادي يرحمهم ولا شي واحد غيدير فيهم خير غيقول لك ندخلكم. راه الا بيتك من هنا ما يقدر يجي لك النهار ولا يومين غيقول لك سير بنت الناس صبري على راسك انا ما نقدرش نشدك عندك ديما انا دارنا راه ما نقدرش ندي هاد الوليدات للدار راه حتى هما راه ما بحالهمش يعني غنمشي غادي نزيدهم حتى انا مشاكل وهمي
ما يجازيكم بالخير المحسنين، وقفوا مع هاد الوليدات، ديرهم وليداتكم، ديرهم خوتكم، ديرهم كما بغيتوا، واللي بغى يشوف بعيني هو سول كما كنقول، راه كنقولها ونعاودها، جيو شوفوا بعينكم وسولوا على راسكم، باش ما تقولوش انا راه كندير هاد الفيديو راه ما نحتاجوش مساعده وكندير، انا راه ما درت هاد الفيديو لا ربي لعن بي، راه كاع البيبان تقيدهم، ما خليت الجمعيات ما خليت تقعد، اللي مشيت عندهم تقيد عليهم في الجامعات راه تقيد عليهم، لا عيط لهم في التليفونات راه عيط لهم، راه ما كاينش شي واحد اللي وقف معايا ولا قال لي صافي غنتعاون معاك، كان قسمي بالله الا محتاجه المساعده، والله حاليا يعني ما عندي باش نقص لا الموضوع لا كرا لا حتى حاجه، راه نهار 20 عندي المحكمه وما عنديش انا فين ندي هاد الوليدات من غادي تحكم عليا غادي نخرج، راه عندي ورقه ديال المحكمه راه هزاها معايا الخوت، واللي بغى يشوف يجي يشوف بعينيه ويقرا وكلشي، انا راه ماشي غنكذب عليكم ولا غنصب عليكم وغنقول لكم راه هادشي ما كاينش، كنقسم بالله المحسنين اللي بغى يوقف معايا الله يجازيكم بالخير، ديروا هاد الوليدات وليداتكم ديروهم خوتكم الله يجازي بكم بالخير، راني محتاجه المساعده المحسنين الله يجازيكم بالخير، اللي خارج المغرب ولا داخل المغرب راني محتاجه المساعده الله يجازيكم بالخير. طبيعة الحال النداء ديالك راه وصل الناس يعني المحسنين اللي بغاو يتعاونوا معاك، طبيعة الحال راه انا ولينا كنشوفوا كارثة كبيرة هادشي ديال الفيروجات اللي ولا يوقع، هذا من ناحية فلا حول ولا قوة الا بالله العظيم، يعني كيتعداو على السيدة الحرب ديال يعني ديال الفيروجات، يعني صعيب دير بلاصتك في وسط الفيروج. صعيب اخويا بزاف، يعني ماشي راه جو دير بلاصتك وسط الفيروج صعيب، اغلبيه كيجيبنا المعلم اللور كيقول لك راه بلاصتي، هو ما عمر ما برك فيها وكيقول لك الله راه بلاصتي ما فيهاش. كيفاش درتي يعني بلاصتك انت في هذا الفيروج هذا؟ انا في هذا الفيروج كنت انا اصلا كنت كنطلبها في الجوامع، كنت كنطلبها في الجوامع، تلاقيت مع واحد الدريه مسكينه كتبيع بحالكم في كلينيك في الشوارع، قالت لي عرفتي اش دير من الطلبه ديال الجوامع وداك الشيء، يلاه حدايا راه كاين واحد الفيروج حدايا خاوي قدري ترسقي لها تبيعي كلينيك وداك الشيء، يعني في الاول جاتني صعيبه باش نبيع كلينيك في الشارع ما نكذبش الله، مرات كن نمشي نبيع مرة ما نبيعش وداك الشيء، بقيت شويه 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 زعما عندي ديك الدريه مسكينه دار فيا خير وقفت معايا، صافي طولفت الناس، كاين اللي كيقول لك سيري تخدمي، كاين اللي كيقول لك عطيني نمرة تليفون، كل واحد اش كيقول لك، صافي بقيت بحال هكا حتى ديت عليه علاه طولفت هاد البلاصه، صافي هي ديك كيحقروا عليك كيحقروا عليا بلا قياس ما نكذبش عليك، اللي جا كيقول لك بلاصتي لا مغاربه ولا سنغالي، اللي جا كيقول لك بلاصتي، اغلبيه انا وليت كنحل مع الرجال اكثر من العياده، مازال المراه بعدا فين كتجي كدوي معاه كتلقى معاه حل، يعني كتقول لها بركين دور انا وياك وداك الشيء كتحيل معاه صافي كتبقى انت وياه. النداء ديالك راه وصلناه اكيد الناس، يعني المحسنين راه كاينين بزاف ديال المحسنين اللي كيبغيو يتعاونوا مع السيده هذيك كما كتشوفوا، راه السيده يعني راه دموع وصرخه ديال الارمله اللي دارت بها الدنيا بعد ما توفى الزوج ديالها، حتى هي كانت في دارها حتى هي كانت بوليداتها عايشين بخير وعلى خير، البنيه ديالك راه مازال صغيره حدايا، هذه شحال عند مرها؟ هذه دابا عندها 6 سنين طالعه في 7 سنين. يعني 6 سنين ولكن مازال صغيره كتبان بحال يلا عندها 4 سنين يعني صغيره. كيقول لك كاين بعض المرات كيقول لك تقرا في التهذيب كيقول لك راه كتقرا في الراوت. حيت كتبان صغيره هذه صراحه نورمالمون هذه راه خص البلاصه هي المدرسه وبلاصه يعني واحد المأوى واحد الدار يعني اللي كتحس بهذيك الدفء ديال الابوه ديال الامومه ديال يعني ديال العائله، فبلاصتها ماشي ديال الفيروج يعني يعني هاد الدريه هذه كتشوفها يعني كتشوف هاد الدريه بعدا بقات يعني بحال هكذا واحد 10 سنين ولا غتبقى نفس الدومين ديالها. نفس الدومين ديالها ما عندهاش. راه صعيب الحال، فكنتمناو حنا من الناس يعني اللي قادر يوقف معاها. الا جات عندك مثلا سيده وقالت لك واش نتبناها تقبلي؟ لا لا هذا خويا ما نقدرش. تقدريش تسمعي فيها؟ ما نقدرش اخويا نسمح حتى شي واحد ولادي لا هادي ولا الكبار. يعني وليداتي ما نقدرش نقدر ندير اي حاجه على قبرهم ما نقدرش نسمح فيهم. يعني اللي بغى يجي يعاونك يعاونك يعني ماديا او شي حاجه. جات عندي المراه شحال هادي قبل ما يوقع لي المشكل وقالت لي تعطيها لي، قلت لها لا، قالت لي ما بغيتش ما نكذبش عليك، جات عندي فيروج وقالت لي السلام السلام، قلت لها نعم لا، قالت لي تعطيني هاد البنيه تولي تبرك معايا السيمانه كامله وندخلها مدرسه الفلوس وكل شيء وتجي عندي تاخذها لحد، قلت لها لا كذبش عليك ما نطيقش ما كاينش. طبيعة الحال النداء ديالك وصلات، فكنتمناو الناس المحسنين اللي بغاو يساعدوا هاد السيده هادي يتصلوا في الرقم ديالها اللي حطيناه على الشاشه، حافظ الرقم ديالك؟ صافي بلال ما حافظش، حنا حطيناه في الشاشه، هو اللي هو 06 89 87 38 47. انتم مشاهدينا الكرام نلتقوا بكم في بث اخر في موضوع اخر في قصه جديده على قناه شوف تي في، الى اللقاء.